شمعة وسط الظلام يحمل له فتيات خير هن نورا منتظر يعمل لكي يخرج نجيل إرادة يبني الحطام يدعى بتاج كرامة يسعى ليلبسنا الدرر هيا لنبدأ بالعمل سنصر لا لا لن نمل لنعيد ترميم الأمل أخلاقنا منهاجنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما نوع العاطفة الموجودة في النص؟ أهي سجقة أم لا؟ الحكم على العاطفة يتناول ثلاث زوايا وهي نوعها وقوتها وصدقها. نوعها تتنوع العواطف تنوع المواقف البشرية ونذكر منها على سبيل المثال عاطفة إنسانية نبيلة محبة للخير والعمل الصالح، عاطفة فطرية متأصلة في النفس كحنان الأمومة والأبوة وشفقة الأبناء على الوالدين والأرحام، عاطفة اعتزاز ديني أو قومي أو وطني أو شخصي، عاطفة إعجاب بالمكارم أو البطولة أو بالجمال أو الجلال، عاطفة تحدي، عاطفة الإشفاق على البائسين والمعذبين، عاطفة الأسف أو الحزن، السخط والغضب، الاحتقار والكراهية. وقد يتوفر النص على أكثر من عاطفة واحدة، قوتها وحيويتها أو ضعفها وفتورها، ويندرج تحت ذلك كونها جياشة عنيفة أو رزينة هادئة. تأثير النص فينا، فإذا حرك عواطفنا وأهاج مشاعرنا فهذا دليل على قوة العاطفة عند مبدعه. أما إذا بقيت مشاعرنا إزاءه خامدة فتلك علامة ضعف عاطفته، كما يقال فقد الشيء لا يعطي. قوة الأسلوب وخاصة عنصر الخيال فإن له أهمية عظيمة في إثارة العواطف أكثر مما تثيرها الحقيقة المجردة، كمثل الحريق دمر عدة منازل أدى إلى وفاة عدد من الأشخاص، فلا يثير فينا كما يثيرنا جزء من رواية خيالية تصور مأساة إنسان واحد. ثباتها واستمرارها، فالعاطفة الحية القوية هي التي يبقى أثرها في نفوسنا زمنا طويلا ولا يضمحل عند تكرار قراءتنا أو سماعنا للنص، عكس ذلك الأدب الذي يسمونه النقاد أدب المناسبات، لأنه يظهر ممتعا إلا وقت المناسبة ثم ينطفي بريقه. صدقها، وذلك عند تطابقها مع الشعور الحقيقي للأذيب نحو موضوعه، فإذا كان الأذيب ينقل لنا ما تحسه نفسه حقا كانت عاطفته صادقة، فالصدق هنا فني كما يقول نقاد الأدب، وصدق عاطفة الأذيب هو القاعدة، أما الاستثناء فهو التزييف فيها، وهذا حين نكتشف أن أغراضا غريبة عن الأدب هي التي دفعت الأديب أن يقول ما قاله، كالمجاملة والتملق وربما الحياء أو الطمع. ملاحظة، قد تخلو بعض النصوص من عنصر العاطفة، إما لكون الموضوع ذا طبيعة علمية محضة، وإما لكونه موضوعا إنسانيا لكن الجانب العقلي طغى عليه فلم تظهر عاطفة صاحبه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.